درجة رابلسي من تولوس. لا حل لمواجهة التطرف إلا عن طريق التربية، فلو أدركتم ما في التربية من أساليب وطرق فنشر تلك الكلمات التي توجه الفرد وفق منهج وحلول وبدائل ونصائح تربوية تخرجنا من الظلمات إلى النور. إذ يبقى تغيير المتطرفين مسؤولية الفرد وجميع السلطات، إذ الغاية منه هو إرساء مجتمع هو أكثر مناعة تجاه التطرف، فالتربية تمنع التحصين من تلك الظاهرة. استمد التربية أيديها وسط موجات متتالية من الظلمات. دعنا نتكلم في البداية في السعي لمواجهة هذه الظاهرة من موقع ساخط متمرد قاس، فكيف لنا أن نواجه؟ فكيف لنا أن نغير؟ دعنا نبسط الأمور، دعنا نخطط، دعنا نضع تقنيات. نحن بحاجة في المقام الأول أن نحسن الظن بأنفسنا وبمجتمعنا وبقدراتنا. فكيف نغير؟ ثق بنفسك، ثق بقدراتك، كن صبور، اكسب الرؤية المتفائلة والنفس الطويل. لا تنسى بذل الوسع في الدلالة على الخير وإرشاد الناس إليه أولا. دعنا نرشدهم برفق، نفتح المجال أمامهم. فقد يكون المتطرف عائقا لوالديه، سيء الخلق مما لا شك فيه، يؤذي جيرانه، يؤتي المنكرات، فسنحتاج وقتا طويلا للإقناع، وربما ينفرك الجميع ولا تنفع آنذاك النصيحة. أما إذا أحسنت فلك كل الجزاء يا صديقي، فأحسنوا واصبروا وعلموا.